بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم أعزائي الطلبة في لقائنا لهذا اليوم الذي نتناول فيه العقد الإداري. كنا قد تناولنا القرار الإداري في المحاضرة الماضية والتي قبلها، واليوم ندخل في موضوع العقد الإداري. لدينا عقد إداري ولدينا عقد خاص، فبالتأكيد سنعرف كيف نميز ما بينهما وما هي الأحكام المتعلقة بعقود الإدارة، العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها باعتبارها صاحب السلطة والسيادة. بإذن الله تعالى خلال هذا اللقاء سنتعرف على العديد من المحاور، وبإذن الله بعد الانتهاء ستكون قادراً على أن تفهم عزيزي الطالب مدلول العقد الإداري، تناقش معايير تمييز العقد الإداري وشروطه أو شروطه بمعنى أصح، تحدد أهم أنواع العقود الإدارية، نأخذ نماذج من العقود الإدارية ونتعرف عليها بإذن الله تعالى. خلال هذه الدقائق القادمة نستوعب هذا الموضوع بالشكل الكافي والملائم. فبداية نعرف ماذا نعني بالعقد الإداري. ما هو العقد الإداري؟ العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وتظهر في نيته، نية الشخص الاعتباري، الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. إذن من خلال هذا التعريف هناك بعض العناصر التي يمكن أن نستنبطها. فالعقد الإداري يجب أن يكون أحد طرفيه شخص اعتباري عام، الدولة أو الأجهزة التابعة لها. الأمر الآخر أن يتصل العقد بمرفق عام، أن يكون العقد له علاقة بمرفق عام، مرفق التعليم، الصحة، الكهرباء، الأشغال، إلى آخره، كل المرافق الحكومية. الأمر الثالث أن تلجأ الإدارة إلى استخدام أساليب القانون العام، وذلك من خلال تضمين شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، بمعنى أن يتضمن العقد، بنود العقد، شروط استثنائية لا وجود لها في العقود الخاصة. إذن لابد أن تكون أحد أطرافه الدولة، لابد أن يتعلق العقد الإداري بمرفق عام. ثلاثة، أن تضمن الدولة في هذا العقد أو من يمثلها شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص. فبإذن الله سنتعرف على هذه الشروط، لأنه لابد أن تجتمع هذه الشروط حتى يكون العقد إداري. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فإن العقد يكون عقد خاص حتى لو كانت الإدارة طرفا فيه. فيجب أن تتوفر هذه الشروط مجتمعة، أن تكون الإدارة طرف، أن يتصل بمرفق عام، أن يضمن شروط استثنائية لا وجود لها في عقود القانون الخاص. فنتعرف على هذه المعايير الثلاثة أو الشروط الثلاثة، نستطيع أن نقول معايير تمييز القرار الإداري، ونستطيع أن نقول شروط العقد الإداري. فبالنسبة للشرط الأول، أن يكون أحد طرفي العقد شخصا اعتباريا عاما، فلا يكون العقد إداريا إلا إذا كان أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام. ماذا نقصد بالأشخاص القانون العام؟ الدولة، الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، المؤسسات العامة، المحافظات، المديريات، كل ما له صلة بالجهاز الإداري في الدولة سواء كان مركزي أو غير مركزي فهو يعتبر شخص اعتباري عام. فالعقود التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص لا يمكن أن تكتسب الصفة الإدارية إلا إذا ثبت أن الشخص الخاص قد تعاقد لحساب الإدارة ولمصلحتها، بمعنى أنه في هذه الحالة، في حالات معينة، قد يكون الطرفين من أشخاص القانون الخاص، لكن هذا الشخص أحد أطراف العقد وإن كان طرفاً خاصاً إلا أنه يتعاقد باسم الإدارة، كما لو كانت إدارة المرفق العام عن طريق الالتزام، كما ذكرنا في المرفق العام يمكن الإدارة عن طريق الأشخاص العاديين، شركة من الشركات تدير الآن ميناء عدن عن طريق عقد التزام. فهذه الشركة، شركة موانئ دبي، وإن كانت جهة خاصة إلا أنها وهي تبرم العقود فإنها ما تبرمها باسم الشخص الاعتباري العام ولحسابه. الشرط الثاني أن يتصل العقد بمرفق عام، فاتصال العقد بالمرفق العام يأخذ صورا عديدة،
فقد يأخذ صورة اشتراك المتعاقد مع الإدارة في إدارة المرفق العام، ومثال ذلك عقد التزام المرافق العامة، كما قد يأخذ صورة إنشاء مرفق عام كما في عقود الأشغال العامة، بمعنى اتصاله في عقد الأشغال العامة عندما تتعاقد الدولة لإنشاء مبنى وزاري أو لعمل طريق لرص طريق أسفلتي، فهذا العقد هو متعلق بإنشاء مرفق عام، فهذا الطريق هو مرفق يستفيد منه عامة الناس، الوزارة أو المستشفى أو المدرسة عندما يكون العقد الإداري متصل بها عقد إنشاء مدرسة، فيتم التوقيع ما بين المقاول وما بين الدولة لإنشاء مرفق عام، إذن فهو متصل، ويتوفر هنا الشرط الثاني الذي هو أن يتصل العقد بمرفق عام، كما قد يتصل العقد الإداري بتسيير المرفق العام كما هو في عقود التوريد، فالمرفق وهو يعمل يحتاج إلى أوراق، يحتاج إلى مستلزمات، يحتاج إلى مشتكات نفطية إذا كان لديه مولد كهرباء على سبيل المثال، فهنا سيوقع عقد توريد، عقد توريد قرطاسية، عقد توريد كراسي، عقد توزيع مكاتب، عقد كل هذه العقود متعلقة بتسيير المرفق العام. الشرط الثالث أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، فمن المسلم به في الفقه الإداري أن اختيار جهة الإدارة لوسائل القانون العام هو الشرط الفاصل في تمييز العقود الإدارية، بمعنى أن الإدارة أحياناً تنزل بنفسها إلى مستوى الأفراد فتوقع عقداً خاصاً، تذهب إلى السوق وتشتري كما يشتري أي شخص، هل نقول أن هذا العقد إداري؟ لا، هذا عقد خاص، لأن الإدارة لم تستخدم فيه وسائل القانون العام، فليس كل عقود الإدارة عقود إدارية، وإنما بعض عقود الإدارة ستكون عقود خاصة، فالإدارة قد تتعاقد أحياناً إذا أرادت شراء أشياء بسيطة تذهب إلى السوق وتشتريها مثل أي شخص، هل نقول أن هذا العقد عقد البيع والشراء هذا عقد إداري؟ لا، هو عقد خاص، وينطبق عليه ويسري عليه ما يسري على العقود الخاصة، لأن الإدارة لم تستخدم أو لم تضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. وتعرف الشروط الاستثنائية بأنها الشروط التي تضعها الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع من خلالها بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وكل ذلك من أجل تحقيق النفع العام. من أمثلة الشروط الاستثنائية أن تضمن الإدارة في عقدها أن لها سلطة تعديل العقد، أو أن تضمن أن لها سلطة توقيع الجزاء على الطرف الآخر إذا أخل بالتزامه، أو منح المتعاقد مع الإدارة الحق في تحصيل رسوم من المنتفعين. كل هذه الشروط ليست مألوفة في شروط القانون الخاص، لا يوجد في عقود القانون الخاص في العقود الخاصة أن أحد الأطراف يضمن العقد شرطا بأن يحق له تعديل العقد في أي وقت، هذا الشرط مستبعد في العقود الخاصة، فالعقود الخاصة يحكمها أن العقد شريعة المتعاقدين، فما ورد في العقد يبنى عليه على الأطراف، فلا يكون هناك طرف قوي وطرف ضعيف في عقود الإدارة الخاصة، وإنما في تماثل، بينما في عقود الإدارة لأن الإدارة تحقق مصلحة عامة ونفع عام فقد تضمن شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وذلك من أجل تحقيق المنفعة العامة، وفي كل الأحوال يجب ألا يترتب على هذه الشروط الاستثنائية الانتقاص من العائد المالي، بمعنى من حقك يا إدارة أن تعدلي العقد لكن مقابل التعويض، فيجب أن نحافظ على التوازن المالي للعقد، فإذا ما بدأت الإدارة وقعت عقد إداري وضمنت هذا العقد أن من حقها تعديل هذا العقد، وبعد بدء التنفيذ طلبت من المتعاقد معها أن يقوم بإنشاء مبنى دور ثالث مثلا إذا كان التعاقد على دورين، أو توسيع في المواصفات، أو زيادة في الكميات، أو أيا كانت التعديلات، لابد أن يرافق هذا الطلب بالتعديل أن يتم اعتماد التعويض المالي المناسب والكافي للمتعاقد معها حتى لا يختل التوازن المالي للعقد. أركان العقد الإداري هي السبب والمحل والرضا، فالسبب لكل عقد سبب مشروع سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، محل العقد الإداري إنشاء حقوق والتزامات متقابلة للمتعاقدين، الرضا فيجب تلاقي الإجابة والقبول من قبل الإدارة والمتعاقد معها. بالطبع هذه الأركان الثلاثة
هي موجودة في الملف الباوربوينت الذي سيوزع عليكم، وهي شبيهة لا تختلف عن ما في العقود الخاصة، لذلك لن يعني سنمر عليها مرور الكرام، لأنه لا يوجد بينها وبين فرق بينها وبين ما أخذتموه في مصادر الالتزام أو أحكام الالتزام. فننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى لأهم أنواع العقود الإدارية. فنأخذ نماذج للعقود الإدارية حتى نتعرف ما هو على العقد الإداري بشكل أوسع. فلدينا ثلاث أنواع، لدينا عقد الأشغال العامة، لدينا عقد التوريد، ولدينا عقد الالتزام ونبدأ به. فنبدأ بالعقد الالتزام ونتعرف عليه. فعقد الالتزام هو عقد إداري، يسمى عقد الالتزام أو عقد الامتياز، المصطلحين واحد. فعقد الالتزام أو الامتياز هو عقد إداري يتولى الملتزم، هناك شخص يسمى الملتزم فردا كان أو شركة، بمقتضاه يتولى الملتزم بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة، فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الالتزام. إذن من خلال هذا التعريف، عقد الالتزام أن الدولة تكون بحاجة إلى تشغيل مرفق معين، قد يكون ميناء، قد يكون طريق، بحاجة إلى إنشاء طريق، قد يكون شبكة الكهرباء على سبيل المثال، قد يكون شبكة توزيع المياه. كل هذه المرافق يمكن إدارتها عن طريق الالتزام. فلو قلنا أن حنشغل الكهرباء عن طريق عقد الالتزام، فهناك ملتزم الذي هي الشركة أو الجهة الذي ستقوم بإدارة المشروع، تقوم بإنشاء المشروع وإدارته وتسليمه بعد مدة 20 سنة 30 سنة بحسب الاتفاق مع الإدارة، وهو في حالة صالحة للعمل. طيب، عندما يقوم هذا المستثمر وقام بدفع 2 مليار 3 5 10 مليارات، مبلغ كبير، فقام بإنشاء شبكة كهرباء وأنشأ محطة توليد كبيرة، بعد ذلك يريد أن يأخذ أرباح لأنه مستثمر، من أين سيأخذ أرباحه؟ سيأخذها من المنتفعين، بمعنى أن الدولة ستسلمه مرفق الكهرباء، يقوم بإنشاء الضخمة تصل إلى مليارات، يبدأ بعد ذلك باسترداد ما دفعه عن طريق المنتفعين، فيقوم بتوزيع شبكة يعني عمل شبكة كهرباء وتوزيع الخدمة للمستهلكين، هو سيأخذ العائد من المستهلكين، فتتيح له الدولة سلمت له هذا المشروع الاقتصادي على أن يقوم باسترداد ما دفعه من المنتفعين. ونظرا لأهمية هذا العقود لأنها في الغالب طويلة الأجل وبتكون مبالغ ضخمة، فإنه لا يجوز أن يتم توقيع عقد التزام إلا بقانون. فهذا هو العقد الوحيد الذي يكون بقانون صادر عن السلطة التشريعية. بعض أمثلة عقود الالتزام مثل ما يعني تفضل الإدارة إدارة بعض المرافق العامة الاقتصادية بأسلوب الالتزام، مثل النقل الداخلي، السكك الحديدية، توزيع الكهرباء، المياه، الغاز، إدارة الموانئ، آبار البترول، كل هذه مرافق يمكن إدارتها عن طريق عقد الالتزام أو الامتياز. يتميز هذا العقد بمجموعة من الخصائص، فواحد أن موضوعه إدارة واستغلال وتسيير مرافق عامة ذات طبيعة اقتصادية تجارية أو صناعية. 2 تتمتع السلطة الإدارية بسلطة تقديرية في اختيارها للملتزم، بمعنى لا مش ضروري تكون بمناقصة. أيضا لها سلطة في تحديد المقابل المادي الذي سيأخذه من المنتفعين. ثالثا مدة العقد غالبا بتكون طويلة. عقد الامتياز ذو طبيعة مزدوجة إذ يحتوي على نصوص لائحية ونصوص تعاقدية. أيضا يتحمل الملتزم نفقات تسيير المشروع، وفي المقابل تلتزم الإدارة بالمحافظة على التوازن المالي للعقد. كانت هذه هي أهم خصائص هذا النوع من العقود. أنتقل لمثال آخر من أمثلة العقود الإدارية، فلدينا عقد الأشغال العامة، وهو عبارة عن اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات. إذن هو لا يقع عقد الأشغال إلا على عقار لحساب شخص اعتباري عام وبقصد
تحقيق منفعه معينه في نظير المقابل المتفق عليه وفقا للشروط الوارده في العقد. اذا عقد الاشغال العامه عقد بين الجهه الاداريه وبين شخص عادي يسمى المقاول، يتعهد بمقتضاه هذا المقاول ان يقوم بانشاء معين على عقار، قد يكون سد، قد يكون حاجز مائي، قد يكون طريق، قد يكون مبنى. كل هذه يتم انشائها عن طريق عقود الاشغال العامه. فيتم توقيع العقد، التزامات على المتعاقد ان يقوم بانشاء هذا المبنى مقابل النظير المالي الذي يعني يحدد في العقد. اذا هذا هو عقد الاشغال العامه. يتميز هذا العقد بمجموعة من الخصائص، فهو أولا موضوع العقد لابد أن يكون واقعا على عقار وليس على منقول. الأمر الآخر أن يتم العمل لحساب شخص اعتباري عام، بمعنى أن الوزير عندما يوقع عقدا إداري لابد أن يتصل هذا العقد بمرفق عام وليس يبني. إذا ما أراد الوزير بناء منزل له شخصيا فإن هذا العقد لا يعد عقد إداري، لأنه وإن كان الوزير طرفاً فيه إلا أنه قد وقع هذا العقد بصفته الشخصية وليس بصفته ممثل للشخص الاعتباري العام. الأمر الثالث، يجب أن يكون الهدف تحقيق المنفعة العامة. المثال الثالث عقد التوريد، يعني هو على العكس من عقد الأشغال، فعقد الأشغال العامة دائماً يقع على عقار بينما عقد التوريد دائماً يقع على منقول، تورد أشياء أو منقولات للإدارة. فنعرفه بأنه عبارة عن اتفاق بمقتضاه يتعهد أحد الأفراد أو أحد الشركات الخاصة بتوريد سلع أو أجهزة معينة لحساب شخص اعتباري عام مقابل ثمن معين يتفق عليه في العقد ويهدف تحقيق مصلحة عامة. إذن الأشغال العامة يقع على عقار، فبالنسبة لعقد التوريد فإنه يقع على منقول. أمثلة على عقود التوريد: شراء ملابس للجنود، توريد أغذية للمدارس، توريد قرطاسية، توريد مكاتب إلى خلاف ذلك. أهم ما يميز هذا العقد أنه موضوعه يقع على منقولات. ثانيا، يجب أن تكون الموارد لازمة لخدمة مرفق عام، بمعنى أن تكون متصلة في مرفق عام. كان هذا هو عقد التوريد، وأنتقل بعد ذلك إلى طرق اختيار المتعاقد مع الإدارة. هل الإدارة لديها حرية كاملة في أنها تختار المتعاقد معها أم أن هناك ضوابط يجب أن تلتزم بها؟ بالتأكيد أن هناك ضوابط، فهي ليست شخص عام يتصرف في أمواله حتى يقوم باختيار المقاول الذي يريد أو المورد الذي يريد، أو إنما يجب على الإدارة أن تخضع لمجموعة من الضوابط، بمعنى أن اختيار المتعاقد يكون عن طريق مجموعة من الأدوات يجب على الإدارة أن تلتزم بها. فلدينا الأسلوب الرئيسي للتعاقد الذي هو أسلوب المناقصة، سواء كانت مناقصة عامة أو ذات مرحلتين أو مناقصة محدودة. الطريقة الأخرى طريقة الممارسة. الطريقة الثالثة الاتفاق المباشر، ولدينا أيضا طريقة المزايدة التي بتكون بيع أشياء تابعة للإدارة. إذا نتعرف على هذه الطرق الأربعة بشيء من الإيجاز. فلدينا أولا طريقة المناقصة. ماذا نعني بالمناقصة؟ هي مجموعة من الإجراءات التي رسمها القانون بقصد الوصول إلى أفضل المتناقصين سعرا وشروطا توطئة للتعاقد معه. وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب عندما تريد الحصول على الخدمات والسلع، كما في عقود الأشغال العامة والتوريد. ولا يجوز العدول عن أسلوب المناقصة إلا في أحوال خاصة. إذن أسلوب المناقصة وكذلك في المقابل له المزايدة هو الأسلوب الرئيسي في التعاقد، بمعنى أنه لا يجوز للإدارة أن تتعاقد إلا بأسلوب المناقصة. فإن أرادت اللجوء إلى أسلوب آخر فيجب أن ينص القانون على ذلك، بمعنى الأصل هو المناقصة، أما الممارسة والاتفاق المباشر باعتبارهما من وسائل التعاقد فلا تكون إلا في حالات خاصة على سبيل الحصر. فطبعا المناقصة لها ثلاث أنواع: مناقصة عامة بحيث يتاح فيها لكل الأشخاص أن يتقدموا للحصول على كراسة الشروط التي تضعها الإدارة ويدخلوا في هذه المناقصة، فمن رست عليها المناقصة أخذها. ولدي مناقصة ذات مرحلتين، أنه يتم مرحلة أولى تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات، ثم بعد ذلك يتم وضع الصيغة النهائية للشروط والمواصفات، وتكون في المسائل التي تحتاج إلى توريد أو يكون موضوعها متعلق بأمور فنية دقيقة. فنأخذ بداية نضع شروط أولية، وبعد ذلك في المرحلة الثانية
نضع الشروط النهائية أو الصيغة النهائية. أيضا لدي مناقصة محدودة بتكون قيمتها في بعض الأحيان كبيرة، فلا يجوز أن يدخل في المناقصة إلا أشخاص معينين أو جهات أو شركات خاصة يكون لها تصنيف، بمعنى أن تكون ملاءتها وكفاءتها المالية تسمح لها بالدخول في هذا النوع من المناقصات. والحصول على الكفاءة وأن الإدارة تسمح لهذا الشخص يكون من خلال التعاملات السابقة معه، بمعنى أنه الشخص يبدأ بمناقصات عادية، فعندما يكون أداؤه جيدا خلال المناقصات العادية نسمح له بعد ذلك في الدخول في المناقصات الأكثر والأكبر أهمية. الطريقة الثانية هي الطريقة الاستثنائية الأول، وهو طريقة الممارسة، وتعرف الممارسة بأنها مجموعة الإجراءات التي تتم في إطار من العلانية وفقا لأحكام القانون، تتيح لجهة الإدارة المفاوضة مع مقدمي العطاءات بهدف التعاقد مع صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا في إطار منافسة حرة. إذن ليست هناك مظاريف وأمور سرية، هي علنية يحضر المتقدمين، فتقوم الإدارة باختيار أحدهم، وتسمى هذه الطريقة طريقة الممارسة. يتميز هذا الأسلوب باختصار الإجراءات الطويلة التي توجد في المناقصة. أحيانا الإدارة تحتاج إلى الاستعجال في توقيع عقد معين، فيتم اللجوء لهذه الطريقة. لدي الطريقة الثالثة، وهي الاتفاق المباشر. الاتفاق المباشر اتفاق الإدارة مع أحد الأشخاص أو إحدى الشركات مباشرة لتنفيذ عمل معين. في الغالب تلجأ الإدارة في الأمور التي تحتاج إلى سرية، مثل شراء أسلحة أو أشياء خاصة للإدارة متعلقة بالأمن القومي، أجهزة ومعدات حساسة لأجهزة اتصالات على سبيل المثال. فهذه الأمور كلها بتتم عن طريق الاتفاق المباشر، لأنه لا يجوز أن ننزلها في مناقصة عامة أو في ممارسة علنية، وإنما يتم التعاقد مع المتعاقد مع الإدارة بطريق الاتفاق المباشر. كانت هذه هي الوسائل الثلاثة. أخيرا لدينا المزايدة، عندما تريد الإدارة أن تبيع شيء من الأشياء التابعة لها فيكون عن طريق المزايدة. تفتح مزايدة ويأتي الأشخاص المتعاقدين معها، ومن دفع سعرا أعلى يحق له أن يوقع العقد مع الإدارة، وبالتأكيد أن المزايدة بتكون معلنة عن طريق وسائل الإعلام، وبحيث أنه يتاح للجميع الدخول فيها. تتشابه بالطبع أحكام المزايدة مع أحكام المناقصة برغم الاختلاف، لأن في المزايدة نأخذ الأعلى سعرا، وفي المناقصة نأخذ الأقل سعرا. كان هذا هو المحور الأخير. أعزائي الطلبة، في العقد الإداري من الموضوعات الهامة عرفنا العقد الإداري وماذا نعني به، عرفنا شروط العقد الإداري الثلاثة، وأخذنا ثلاث نماذج لعقود إدارية، وأخيرا عرفنا الأسلوب الذي تتعاقد به الإدارة مع الغير. بإذن الله تعالى نستكمل معكم بقية موضوعات القانون الإداري، فتبقى لدينا الموظف العام والمال العام بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.